أهلا وسهلا بكم تلاميذي الأعزاء في قناتي الأستاذة نزين. اليوم إن شاء الله راح نأخذ فيديو جديد للدرس الثاني للتاريخ للسنة الأولى متوسط للمقطع الثالث الفصل الثالث بعنوان المنجزات الحضارية للحضارات القديمة. إذا نعاود نذكركم بالدرس الماضي واش تناولنا فيه. تعرفنا على أهم الحضارات في العالم وتعرفنا على الموطن تاعها والعوامل التي ساعدت على قيامها. اليوم إن شاء الله راح نتعرفوا على المنجزات الحضارية. كي نقول كلمة المنجزات معناتها ما حققته سواء من كل النواحي، سياسيا اقتصاديا اجتماعيا، كامل النواحي التي حققتها الحضارات ما زالت موجودة إلى يومنا الحالي. إذا راح نبدأ بالحضارة الأولى كما راهي واضحة أمامكم، الحضارة المصرية. عندي فقط ثاني ننبه إلى شيء مهم جدا، كي نقول المنجزات نقصد بها مظاهر التطور الحضاري. معناتها إذا عطالك وضعية إدماجية يقول لك تكلم على مظاهر التطور الحضاري، هي نفس الشيء المنجزات الحضارية للحضارات القديمة. إذا نبداو نشرحوا الحضارة الأولى. عندنا بناء الأهرامات. مصر معروفة بالأهرامات. الأهرامات نقصد بها المدافن، يدفنوا فيها الملوك تاعهم اللي هما الفراعنة. ثم عرفت أيضا بتحنيط الموتى. كي نقولوا تحنيط الموتى معناتها أنه يديروا مادة مواد كيميائية بكامل الجسم تاع الملك باش تحافظ على قوام تاع الجسم تاعها. جيد. الكتابة الهيروغليفية، ومعروفين أيضا ببناء المعابد وبراعة المصريين في العلوم المختلفة كالطب والهندسة والكيمياء، وتأسيس نظام الدولة على رأسها الملك فرعون. هذه الأهم المنجزات الخاصة بالحضارة المصرية. نروح الآن إلى بلاد الرافدين. بلاد الرافدين أو بما تسمى موجودة في العراق ببلاد ما وراء النهرين، معروفة بالكتابة المسمارية وحدائق بابل المعلقة. كي نقولوا حدائق بابل المعلقة نعرفوا باللي أحد عجائب الدنيا السبع القديمة. هذه الحدائق هي عبارة عن جنائن موجودة على شكل مدرجات تزين بها القصور. تقدروا تشوفوا ديروا في الانترنت تشوفوا الصور تاع هذه الحدائق. وبناء المعابد. المعابد أطلق عليها اسم الزيقورات أو الزيقورات، معناتها في الاختبار ولا الفرض كي يعطي لك كلمة زيقورات تقول له بلي أنه هي عبارة عن معابد مدرجة، ما تقولش ما درسناهاش. وأيضا كانوا معروفين بتشريعات حمورابي. كي يقولوا تشريعات حمورابي على لهذا، حمورابي هو كان الملك تاعهم السادس، حمورابي السادس وضع التشريعات عبارة عن مجموعة من القوانين، أول من وضع قوانين مسجلة في التاريخ. وأيضا تميزوا بتفوقهم في العلوم المختلفة كالطب والهندسة والحساب. نروح الآن إلى القرطاجية. قرطاجيين، كي يقولوا قرطاجيين أو الفينيقيين، الشيء الأول اللي معروفين به معروفين بصناعة السفن التجارية والحربية، وأيضا بناء الموانئ التجارية أهمها ميناء قرطاجة. وأيضا تميزوا بصناعة الأسبغة الأرجوانية. كي نقولوا كلمة أسبغة نقصد بها النسيج، معناتها اللبسة. اللون الأرجواني نقصد به الفيولي، معناتها هما اللي أول من وضع هذا اللون على الملابس بالاستعانة بالأصداف. جيد. نروح الآن إلى اليونانية. الحضارة اليونانية تميزت أيضا بتطور حضاري وهو بناء المعابد. يعني أهم معبد من بناء هذه المعابد هو معبد البارثينون. معبد البارثينون
ايضا تقدروا تديروا الصوره تاعو في الانترنت وتشوفوا هذا المعبد، ولا من الكتاب، من في الكتاب راه موجود. وايضا اول من ابتكر الالعاب الاولمبيه سنه 776 قبل الميلاد هم اليونانيين او الاغريق. ما تنساوش كي نقولوا اليونان نقصدوا به الاغريق. وبروز طبقه من المفكرين على راسهم افلاطون وسقراط مؤسسين علم الفلسفه وطالس وارخميدس. نضيف ايضا الى انهم اهتموا بالادب، اهمها ملحمه الإلياذة والأوديسة لهوميروس. كي نقولوا ملحمه واش نقصدوا بكلمه ملحمه؟ معناتها قصه شعريه واسمها إلياذة والأوديسة، كتبها هذا الشاعر اللي هو هوميروس، ما زالت موجوده الى يومنا الحالي. روحوا الى الحضاره الرومانيه باش تميزت بتأسيس مدن كبرى على رأسها إيطاليا وتيمكات. تيمكات راهي موجودة عندنا هنا في الجزائر. وعندنا بناء المسارح والمدرجات مثل مدرج الكولوسيوم. مدرج الكولوسيوم معناتها انه كي نقول الكولوسيوم عندي نقصد بها المدرجات الموجودة في روما معروفة بها. وايضا قاموا ببناء الجسور والطرق والحمامات الملاعب الاقواس والقصور. هذا فيما يخص درس سهل جدا يأتيكم على شكل وضعية إدماجية أو يعطيكم جدول ويقول لك صنف هذه المنجزات حسب كل حضارة. عندي فقط حاجة هنا يا ثاني نقولها لكم، هنا يا راني تطرقت لكم إلى أهم المصطلحات الموجودة في هذا الدرس. عندكم الأهرامات هي مدافن للفراعنة أشهرها، أو لا أشهر مدفن هو مدفن خوفو. التحنيط حفظ جثث الموتى باستعمال مواد كيميائية استخدمتها مصر قديما. الزقورات هي معابد مبنية في شكل مدرج. تشريعات حمورابي هي قوانين وضعها الملك حمورابي السادس، وهي أول قوانين مسجلة في التاريخ. حدائق بابل المعلقة أحد عجائب الدنيا السبع في القديم، وهي جنائن بناها أعظم ملوكها، بنيت بمدينة بابل. مدينة بابل موجودة في العراق حاليا. البارثينون معبد شيده اليونانيون ولا الإغريق في أثينا. أثينا هي مدينة اليونان، وهو أفضل المعابد من حيث العمارة الإغريقية القديمة. الملحمة الإلياذة والأوديسة هي قصة شعرية لشاعر هوميروس، وهي أساس الأدب الإغريقي. نروح إلى آخر مصطلح وهو الكولوسيوم، هو مدرج روماني عملاق يقع في وسط مدينة روما. هذه هي المصطلحات اللي لابد عليكم تحفظوها. إذن كنا قدمنا لكم ثاني درس للمقطع الثالث في التاريخ. إن شاء الله نكون فتكم. إذا أعجبكم الفيديو ما تنسوش الضغط على زر الاشتراك والإعجاب، وشكرا لكم على حسن الإصغاء.